السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة طلبات الصف السادس الابتدائي تحامل القلب إن شاء الله مع حضراتكم في فيديو دوت هنحل مع بعض السامبل تيست 1 بتاع كتاب الورك بوك كتاب المدرسة بتاع التدريبات خلينا نشوف كده أول سؤال بيقول لي لسن أند سيركل هيجي سؤال ليسن سيركل هتختار المستر أو الميس اللي هيقرأ لك السؤال السمعي هيقول لك سؤال وأنت عندك إجابة من واحدة من اثنين وهيقول لك السؤال وبعد كده الاجابه عندك هتسمع فيها أو تسمع حاجة من الاتنين يا إما ايه at school at the bank اللي أنت هتسمعه تعمل عليه دايرة نفس الكلام في السؤال التاني السؤال الثالث هيجيب لك آه سؤال ويجيب لك إجابة يعني هتسمع السؤال والإجابة أنت مالكش دعوة بالإجابة ركز مع السؤال الرابع نفس الكلام السؤال آه التاني نمبر 2 بيقول لي listen and complete استمع وأكمل هو يجيلك لك محادثة دايلوج موجودة تكون من الحاجات اللي إحنا خدناها في المحادثات اللي في الكتاب طبعا المحادثات مهمه جدا لان المحادثات اللي في الكتاب عندي سواء كان الايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري او كانت مثلا بتاعه الريستورانت او آه البيكري او آه الفيلم ستوديو او اللي هي بتاعه مستر سامي وكمان آه كمال ومستر سامي اوكي فطبعا المحادثات بتجيلي على شكل ممكن تجيلي في السؤال التاني اللي هو listen and complete ممكن تجيلي في سؤال الاختيارات وتجيلي في سؤال الترتيب وبتجيلي في ممكن تجيلي على شكل رايت a paragraph بيقول لي هدى is it the Egyptian museum ايه اللي ناقص هنا؟ انت سمحت كلمة museum يبقى از إيه هدى هتلاقي حاجة are you open؟ قلت we are open when are امتى؟ متى تفتحوا؟ So we are open daily. بنكتب هنا وين ونكتب هنا daily أو زي المستر أو المس ما تقول لك Thank you for help. You are welcome. ده بالنسبة لأول سؤال وثاني سؤال. خلينا نشوف مع بعض السؤال الثالث بيقول لي Choose the correct answer from A, B, C or D. Space are your hours. نقول where ولا what ولا how ولا why. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض اختيار الصح هيكون What are your hours? دي موجودة في المحادثة بتاعت الإيجيبشن ليزين. أوكي؟ نمبر 2 وي ار سبيس اوبن ديلي يبقى وي ار وي از ولا وي ار ولا وي دو ولا وي ديد طبعا نختار وي ار اوبن ديلي اتس 3 نقط فور ادولتس اتس 3 باوند ولا اباوند pound ولا باوندس ولا باوندس اللي فيها ابوستروف اس طبعا 3 حاجه وراها اسم معدود فاختيار الصح اللي هيكون اخره اس اللي هي كلمه باوندس اي ويل تيك ا سبيس اوف ابل اوف ابل باي الابل باي اللي هي فطيره التفاح طبعا ما ينفعش معاها الفنجان ولا الكوبايه ولا الازازه هختار نمبر سي اللي هي البيس اللي هي القطعه. It's piece delicious. It looks look looking to look طبعا هختار كلمه ايه؟ It looks delicious اوكي. Okay. How space full of water did she have? How ايه طالما قال لي bottles هو واحد يقول لي يا مستر هو حضرتك دلوقتي كلمه water اللي هي الماء. ما بتتعادش اقول له خلي بالك يا حبيبي في قبل كلمه ور قبلها بوتلز اللي هي زجاجات ودي اسم معدود فهختار على طول كلمه ميني اوكي نمبر 7 اي ام ريدي اوردر ولا اوردرينج ولا تو اوردر ولا اوردر اي ام ريدي تو اوردر نمبر 8 اي ام جوينج تو نو اوت تو جلاسز اوف اورنج جوس اي ام جوينج تو تو بي هاف هاز طبعا هختار اي ام جوينج تو هاف المصدر هنا هاف طب ما انا يا مستر عندي المصدر بيه ما تنفعش بيه عشان يكون هنا ولا هت يعني هتناول كوبايتين عصير برتقال السؤال الثالث بيجي لي بيقول لي سيركل ذا اود وورد اند ريبليس وذ ا كاركت وان واستبدلها بواحده صحيحه اعطيني كلمه اسمها سويم ايت سكاي بلاي والسؤال دوت بيجي لي يا اما على شكل مثلا يجيب لي مجموعه افعال وكلمه مختلفه يجيب لي مثلا فترات يوم يجيب لي ضمائر يا يجيب لي اسماء اشاره يا يجيبهم لي مثلا ضمائر يا يجيب لي مثلا ادوات استفهام يجيبهم لي فصول سنه ضمائر منعكسه ضمائر فعل ضمائر مفعول افعال ماضي وعايز منها واحد بس المضارع عايزك تجيب الباقي بكله ماضي وهكذا اوكي اوكي سوري swim, eat, sky, play هلاقي كلمة sky دي هي الوحيدة اللي اسمه والباقي كلها أفعال أحط فعل عندي مثلا أعمل دار على sky وهاجي هنا وأقول مثلا جو ران سليب وهكذا أوكي طيب نمبر 2 summer winter rain spring عندي summer الصيف و winter شتاء rain يعني يمطر أو تمطر spring اللي هو الربيع ورين بتيجي معنا مطر برضه فمش هتمشي مع التلاتة هنشيلها ونحط كلمة fall إف أي اللي هي الخريف herself yourself he myself يعني يعني اذكى يعني اقل طالب في المستوى هيحلها لان هنا herself وفي كلهم اخرهم self هنشيل هي ونحط him self h i m و self okay ironed واش تشوب uh, washed chop طبعا الافعال كلها ماضي ما عدا كلمه chop هنخليها في الماضي نحط لها double e نزود لها e نحط إيدى دي meatballs steak salad ستيك سالاد تشوز ميت بولز اللي هو uh, كرات اللحم وستيك شريحة لحم بقري وسلطة السلطة والجوس اللي هو العصير يبقى أنا عندي الستيك اللي شريحة لحم بقري وميت بولز كرات اللحم والسلطة دي حاجات بتتاكل لكن الجوس اللي هو العصير اللي هو شراب فهنشيل ونحط كلمة فش السؤال الخامس بيجي لي read the passage and answer the questions بيقول لي نقرا قطعه كويس قوي وسؤال القطعه يعني اقل طالب في المستوى المفروض بيحلوا صح لان انت بتطلع الاجابات من القطعه مش بتخترع حضرتك last week ali went to the amusement park he had orange juice شرب عصير برتقال راح حديقه الملاهي وشرب عصير برتقال he went on a ride ركب عجله الملاهي he saw a dolphin show شاف عرض دولفين he ate cookies واكل الكعك بسكوت. he took some pictures والتقط بعض الصور he was very happy كان سعيدا his family was with him to keep an eye on him keep an eye on him يعني يعني يخلوا بالهم منه يعني uh, his father does his best to to make him happy. Baba do his best. Bazal qasara jahdo to make him happy. عشان يجعله يشعر بالسعادة أو يكون سعيدا his mother uh, also wants him to be happy he wanted to be a doctor when he grows up لما يكبر أول سؤال بقول لي علي was علي كان إيه؟ م? was إيه علي؟ في القطعة هنا ها؟ موجودة في القطعة هي was very happy في السطر الثاني والثالث أوله يبقى هنقول هي واز happy number uh, two عشان الأسئلة في الصفحة الثانية علي درانك شرب ايه جوس جوس شرب عصير ايه نرجع للقطعة ونشوف هل هو الجوز كلمة الجوس قبلها ايه هي درانك هي درانك هي درانك هي drank he هاد اورنج juice مش لازم يعني يا مصر الاقي كلمة درانك ما ممكن الاقي هاد شرب يعني ما هي هاد وراها حاجة تتشرب معناها شرب حاجة هاد وراها حاجة تتاكل معناها اكلة يبقى ايه هختار اورنج juice وير ديد علي جو at ذا weekend علي راح فين؟ وير يعني اين؟ حضرتك خلي بالك مهم جدا 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 لو انا ما عرفتش اترجم السؤال واعرف ادوات الاستفهام ادوات الاستفهام معناها ايه؟ يبقى سؤال هترجمه غلط عمره ما هترجمه صح وير يعني اين؟ ديد ما بترجمهاش علي يبقى اين علي؟ جوها خلاها في الموضع عشان ديد يبقى اين علي ذهب ات ذا ويكند؟ بص كده في اول سؤال لاست ويكند علي وينت تو ذا اميوزمنت بارك يبقى دي اجابه السؤال نمبر ال 3 What did Ali see? شاف إيه؟ نشوف القطعة علي سو. شاف إيه؟ He saw a dolphin show. A dolphin show. شاف عرض دلفين في السطر الثاني. وكده القطعة. السؤال الثامن بيقول لي سادس سوري. اكتب الإيميل. اكتب ايميل of seven sentences about. عن الآتي. الايميل ده هتكتبه لمين؟ الهالة اه يبقى اكتب أول حاجة تو. بيقول لي new message كده. الصورة يقول لي هكتب هنا عند تو اخد ايميل هاله في الايميل اللي فيه هاله اهو اخر سطر موجود فوق واجي واخد الايميل هاله اش وسكول دوت كوم وانقلها جنب كلمه تو الى اشوف الاسم التاني اللي هو سلوى واكتب فروم سلوى فين ايميل سلوى سلوى اش وسكول دوت كوم بيقول لي السبجكت subject. Subject اللي هو الموضوع الموضوع ده يا مستر هكتبه ازاي بص يا حبيبي في اول كلمه بيقول لي رايت ان ايميل تو يور فريند هالا تيلينج هير اباوت بعد كلمه اباوت مباشره اللي هي دي في السطر الاولاني اهي تيلينج هير اباوت ذا لانش يو هاد ات ا ريستورانت في المطعم هاجي جاي شايل اقول ذا زر... ز... 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 لانش واحول يو الى اكتب كده عند السبجكت ذا لانش اي هاد ات ا ريستورانت طالما لانش اي هادي بتكلم في الباست سيمبل في الماضي البسيط يبقى هقول له هكتب له كده دير عزيزي واكتب له اخد كلمه عن الجنب 2 اللي هي ايه؟ هاله يبقى دير هاله واجي عامل كما بعدها وابدا اسيب تحت كلمه دير فاضي واكتب اي ام هابي تو رايت تو يو انا مبسوط ان انا بكتب لك سوري جمله استفتاحيه بتاعت آه، الانتروداكشن آه، المقدمه آه. آه. آه، آه. 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 I'm happy to write to you ممكن اقول له how are you and your family ازيك وإزاي اسرتك وابدا اخش في الموضوع هتقول ايه في الموضوع يا مستر اللي انا هفكر فيه بالعربي وهقوله خلاص طب انا بقول لك اكتب عن الـ الـ الاكل الغداء اللي انت اكلته امبارح في المطعم هتقول انا ذهبت الى المطعم امس انا ذهبت الى المطعم امس ترجم بقى انا يعني ايه i ذهبت يعني went الى to المطعم restaurant yesterday نقطه انا ذهبت مع اسرتي I went with my family. نقطه دوت. ونبدا جمله جديده احنا ذهبنا بالسياره ايه ده كله ايه ده علاقته بالمطعم ماشي ما انت عايز تكتب ست سبع جمله تكتبهم ازاي يبقى I went with my family. نقطه we went by car احنا ذهبنا بالسياره وللترجمه على ايديك كده ترجمه الناس الضعيفه اللي, اللي مش بتقدر تفكر بالانجلش تفكر بالعربي وترجم اللي... اللي فكرت فيه في العربي للانجلش جمله على صوابع كده احنا we ذهبنا يعني went باي بواسطه باي السياره كار يبقى كده عملت جمله مظبوطه وأبدأ بحرف كابتل واحط الدوت في الاخر اوكي اوكي اي هاد او وي هاد بيتزا احنا تناولنا بيتزا بيتزا البيتزا او فود الطعام واز ديليشس الطعام كان لذيذ او ات واز ديليشس البيتزا كانت لذيذه ريستورانت ذا ريستورانت المطعم هنقول كده بالعربي المطعم كان آه نظيف اند آه بيج مثلا واسع ونظيف آه هنقول المطعم ذا ريستورانت كان واز آه بيج كبير ويعني اند وكلين اللي هو نظيف آه the الجرسون كان يعني عطوف او كان كويس هنقول ذا ويتر واز او ويترز الجرسونه واز كاين كانت عطوفه احنا استمتعنا او انا استمتعت اي هاد فن ونحط نقطة ونقول له سي يو سون دي بالنسبة لي هي الايه الخاتمة وهننهي بكلمة لاف ونحط بعدها كما وتحتها على طول الاسم اللي بعد كلمة from اللي هي مين اللي هي آه البنت سلوى السؤال اللي بعد كده هو سؤال ري ارينج بيقول انجلش واس وهاف وذ وستدي وفان واند هبدأ بكلمة ستدي يبقى هنقول ستدي انجلش زيك ادرس انجلش انجليزي with us and have fun ادرس انجليزي معانا واستمتع اوكي نمبر 2 بيقولي uh, tomorrow uh, the what's the, uh, tomorrow with the what's for homework يبقى هقول ايه what's the homework for tomorrow what is the homework for tomorrow اوكي okay. السؤال uh, يعني رقم the following sentences أمنية mother watches TV before she sleeps وحطت لي نقطة وعايز مني ثلاث حاجات ولا حاجتين عايز مني حاجتين أمنية هنكبر الدبل ال O بتاعت أمنية وفي أبوستروفي هحطها قبل الاس أمنية mother watches TV هو مكبر لي التي والفي V وهنقول في الآخر في نقطة موجودة السؤال التاني uh, what are you doing when you go to the zoo? هبدأ بكلمة what؟ W capital وفي الآخر هحط اوكي اوكي السؤال دوت هو بيقول لي عليه كم درجة السؤال دوت بيقول لي عليه آه المفروض سؤال الترقيم بيبقى محتاج منك كام نقطة حضرتك بيبقى محتاج مني just a minute. سؤال الترقيم بيحتاج مني بيديني جملة وسؤال كل جملة وسؤال بها اثنان علامات الترقيم يعني انا عندي علامتين اتنين بس موجودين والسؤال ده هو يعني كل سؤال بدرجة نص مارك نص درجة على كل نقطة اوكي طيب يبقى من درجتين كل نقطة عليها درجة كده بدرجتين اوكي السؤال بتاع اللي هو السؤال السادس من سبع جمل يا جماعة سبع درجات بسبع جمل خلي بالنا تاني كده نعيد ترتيب الأسئلة بدرجاتها أول سؤال عندي أول سؤال عندي عشان تبقوا عارفين الدرجات اللي عندكم إيه بنص الاستماع أول سؤال بست درجات يعني نفس درجات يا ست درجات يا مستر أه كل نقطة درجة ونص السؤال التاني في أربع درجات برضو بست أربع نص. بست درجات بواحدة ونص درجة السؤال بعد كده اختيارات بثمان درجات خلي بالنا تشويسز بثمان درجات السؤال بعد كده سيركل بكام بخمس درجات يعني نقطة على دايرة نص على دايرة ونص على الكلمة اللي أصححها القطعة بالنسبة لي عليها أربع درجات كل نقطة بدرجة آه السؤال بتاع اللي إحنا قلنا عليه السبع جمل بسبع درجات وبعد كده اديني الترتيب السؤال السابع بدرجتين كل واحد بدرجة والترقيم بدرجتين يبقى آه كده هو بيديني التوتال من أربعين درجة أوكي أي آه هوب يو أندرستود وات آي سيد Uh, follow me for a next video for a next uh, sample test. See you and goodbye.